برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. عندنا كلام كتير نتكلم فيه النهاردة على مباراة الأهلي اللي جاية، مباراة سيمبا، على كمان الشامبيونز ليج بكرة، وكله مستني متعة المباريات اللي هنشوفها بكرة في الشامبيونز ليج. لكن خليني أبدأ بأنه طبعا إنجاز تاريخي بالنسبة لمصر، وهو أن منتخب السلاح للشباب قدر أن هو يفوز على منتخب أمريكا بطل العالم، وطبعا المصنف الاول عالميا. وكان منتخب السلاح الشباب الحقيقه بيمثله مازن العربي، ادهم معتز، اياد معروف، زياد نوفل، بقياده المدير الفني ماهر حمزه، قدر ان هو يهزم منتخب امريكا بطل العالم والمصنف الاول عالميا، ويتاهل للنهائي بسلاح السيف، ويحقق اول ميداليه لمصر في الفرق بتاريخ بطولات العالم. احنا بنتكلم انه دلوقتي المنتخب المصري يعني بينافس على الميداليه الذهبيه، سبق تاريخي إنجاز تاريخي كبير. وكمان شوية مفروض أنه منتخب المصري لاعب منتخب روسيا اللي قدر أنه هو يهزم منتخب فرنسا، خبر يفرح يعني. ألف مبروك لولادنا، وإن شاء الله يشرفونا بقى في كمان النهائي. هو طبعا كونك تكسبي المصنف الأول على العالم، أقوى منتخب أو أقوى فريق على مستوى العالم أمريكا، المصنف رقم واحد، ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا. والأهم كمان انه احنا بنضمن ميدالية، يعني ان شاء الله زي ما سارة قالت احنا هنلعب مع روسيا يمكن كمان ساعة من دلوقتي او ساعة ونص تحديدا على الاول والتاني. وبالمناسبة روسيا برضو فرقة محترمة جدا، والمصنف رقم ثلاثة على العالم، وكونها قدرت تكسب فرنسا وفرنسا المصنف الثاني، ده معناه انها فرقة محترمة جدا وجاهزة للبطولة. لكن الحقيقة خليني اقف على فكرة شباب مصر، فكرة طبعا كون مصر بتستضيف البطولة ده بالتأكيد بيبقى دافع زياده عند الابطال، لانه بيحسوا ان هم بيلعبوا على ارضهم، فطبيعي جدا من تبقى البطوله من حقهم او يبقى عندهم فرص كبيره جدا في تحقيق البطوله. لكن الحقيقه الرياضات اللي من النوع ده لما بتعمل المفاجآت دي انا الحقيقه ببقى سعيد جدا. في اوقات كتيره جدا الشباب بيبقى محتاج طاقه نور او محتاج قدوه او محتاج حد يحسسه ان كل حلم ممكن تحقيقه. الشباب دول بالتاكيد يعني احنا واحنا بنحتفل بيهم او احنا بنقول خبر تأهلهم للنهائي وحصولهم على ميدالية مضمونة إن شاء الله بإذن الله نتمناها تكون ذهب، بالتأكيد مشوارهم ما كانش سهل على الإطلاق، الإعداد البدني والفني والنفسي للأبطال من دول أبطال دول عشان يلعبوا مع أبطال العالم في بطولة العالم، أعتقد بالتأكيد مشوار مرهق جدا على كل المستويات. ألف مبروك وإن شاء الله نبارك قدروا يا أحمد إن هم يتغلبوا على هولندا وعلى هونج كونج. ودلوقتي إحنا بنتكلم إن هم هيلعبوا روسيا اللي قدر إن هو يهزم منتخب فرنسا واللي هو الثاني على العالم. وزي ما أنت ما بتقول مهم قوي إن إحنا يكون عندنا أبطال في كل الرياضات، مش بس كرة القدم، مش بس لما بنفتخر بصلاح والنني وحجازي وتريزيجيه وطبعا كل لاعبينا، وكمان ماير شريف في التنس. دلوقتي بنتكلم على السلاح، يعني كل ما بيبقى فيه في مختلف الرياضات سواء الفردية أو الجماعية احنا بنبقى سعداء جدا ان ده بيحصل، وانه الشباب دي طبعا بترفع اسم بلدنا، اسم مصر. طيب خلينا قبل ما نتكلم على تفصيل حلقه وكلامنا كتير عن شامبيونز ليج وعلى مواجهه سيمبا، نفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا مطلوب من حضراتكم طبعا على صفحاتنا المختلفه على موقع التواصل الاجتماعي على صفحه الاهلي تي في، تجاوبوا على البوست او على السؤال اللي قدام حضراتكم، مين هم افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظركم في مباراه الاهلي والمريخ الاخيره؟ منتظرين إجابات حضراتكم، وهنروح لفاصل ونرجع نتكلم ونبتدي حلقتنا والكلام بالتفاصيل. ماتشين مهمين بس بداية قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة، ماتشين مهمين جدا النهاردة. رجالة الأهلي باسكت هيقابلوا سبورتنج إن شاء الله المباراة الساعة هتكون الساعة 8:30، وكمان رجالة الطايرة هيلعبوا مع هليوبلس الساعة 8، وإن شاء الله بإذن الله الفوز يكون حليف النادي الأهلي النهاردة. خليني أخد حضراتكم شوية، هنتكلم طبعا على الاستعدادات، خصوصا الفرقه النهارده كانت مريحه، يعني في راحه من مستر موسيماني من التدريبات، وهنتكلم على الماتش بتاع سيمبا. بس انا حابب اخد حضراتكم لحديث الساعه شويه، نتكلم شويه على مواجهتين بكره يعني جامدين جدا، وبرده يوم الاربعاء الحقيقه مواجهتين لا يقلوا اهميه او جموديه عن مواجهات بكره. طبعا اللي مصر كلها مستنيه ماتش ليفربول و ريال مدريد، وكمان انا شايف انه ماتش تاني هيبقى ممتع جدا، هيبقى فيه كره قويه جدا، مانشستر سيتي مع بروسيا دورتموند، خصوصا انه انا برشح السيتي بقوه ان هو يكون حامل لقب الشامبيونز ليج السنه دي. ابتدي مع حضراتكم بالريال والليفر، لانه الحقيقه المباراه دي مش بس عشان نجمينها محمد صلاح هيشارك فيها، لكن كمان ظروف الفرقتين السنه دي، عدم استقرار الفرقتين على مستوى المنافسات المحليه،
غياب عدد كبير جدا من النجوم، تراجع المستويات بشكل كبير، فبالنسبه لهم المباراه دي لكل طرف من الطرفين حياه او موت، يعني بالنسبه للريال وبالنسبه لزيدان، بالنسبه لليفر وبالنسبه ليورجن كلوب، هم يعني المباراه دي تمثل لهم يمكن تكون اهميه كبيره جدا لانها الامل الوحيد المتبقي في هذا الموسم. اعتقد كمان من ناحيه ثانيه الحته السقريه شويه، طبعا ذكريات نهائي اللي جمع بين الفرقتين، وذكريات كمان اصابه صلاح، وكتير من صحف العالم، مش احنا اللي بنقول ده، كتير من صحف العالم قالت ان المواجهه دي هتكون مواجهه ناريه وثاريه. هل هيقدر ليفر ان هو يخلص طاره من ريال؟ ده اللي احنا مستنيين المباراه انها تكشف عنه. متوقع ايه؟ احنا نتكلم على الريفنج او الثار بين صلاح وراموس، وانه لازم يجيب حقه لحد ما راموس تاكد يعني غيابه عن المباراه، عن ريال مدريد بسبب الاصابه طبعا. وانه الحقيقه يعني لما احمد بيسالني متوقع ايه، غياب راموس هياثر كتير مع ريال مدريد. يمكن كنت بشوف الجارديان امبارح كانت كاتبه انه اخر 10 مباريات لريال مدريد في الشامبيونز ليج او في دوري ابطال اوروبا من غير راموس خسر ريال مدريد 7 منهم، وبيتكلموا على انه قد ايه وجوده مهم جدا في قياده الفريق بشكل عام، وانه ليه دور كبير، وانه ممكن تكون الاصابات مأثره بشكل او باخر الفتره اللي فاتت على راموس بسبب ان هو 35 سنه. ده مش كلامي، ده كلام الجارديان، انه ممكن يكون 35 سنه في تاثير بسبب ده او سنه كبر او كده، ولكن انه في الاول وفي الاخر بيفضل هو عند زيدان يعني قائد الفريق، وبيفرق جدا في تشكيله الفريق وطبعا في السيطره في الملعب. عنده شخصيه، بيعرف يتعامل مع زمايله في الملعب. زي ما احمد قال، هو فكره انه الفريقين على المستوى المحلي مش افضل حاجه، مش بس ليفربول ولا بس ريال مدريد، ولكن بتيجي تبص عليهم في الشامبيونز ليج لا، بتلاقي النتائج مختلفه، ممكن يبقوا فايقين شويه. فده اللي بيخلي انه في شويه الواحد مش عارف يقول مين الاقرب ان هو يكسب، يعني مين الاقرب من الماتش بتاع بكره يعني. فالحقيقه انه ليفربول المعاناه اللي عنده كبيره قوي بسبب غياب كتير من اللعيبه، وده اللي مخلي موقعة 2018 او نهايه 2018 متغير، يعني في لعيبه كتير متغيره حتى عند ريال مدريد مش بس ليفربول. انت دلوقتي عندك غيابات كتير قوي في ليفربول مخليه يورجن كلوب بيعدي الماتش بالعافيه، اي ماتش بقى هو بيلعب اي حد في الدوري الانجليزي، فصعب عليه مواجهه ريال مدريد، وريال مدريد برده مش هيكون سهل عليه مواجهه ليفربول. انت بتتكلم برده على انه في لعيبه كبيره قوي موجوده، محمد صلاح، كل لعيبه ريال مدريد بتتكلم عن قد ايه مواجهه محمد صلاح اكيد مهمه وكبيره، وهم كمان نجوم وكبار. ولكن يا احمد توقع النتيجه حساه شويه بصرف النظر عن النتيجه متوقعها، لكن انا عايز اقول لك ان نتيجه المباراه دي هتحدد بشكل كبير جدا خط السير بالنسبه للفرقتين. الخسران هيدفع فاتوره كبيره جدا، واعتقد انه زيدان في حاله خسارته هيبقى موقفه مع او موقف استمراره مع ريال مدريد صعب شويه. كلوب ممكن جدا خساره ليفربول، واحنا سمعنا الكلام ده على لسانه في تصريحات قبل كده، انه في وقت من الاوقات لما يحس انه مش قادر يدي من الممكن ياخد قرار بالابتعاد. واعتقد انه الهزه اللي حصلت لليفربول ما كانتش بس بسبب غياب النجوم، يعني انا بالتاكيد في نجوم كانوا مؤثرين جدا في مشوار ليفربول على مدار السنوات الاخيره، اهمهم طبعا فيرجيل فان دايك، لكن فان دايك لوحده ما يعني مهما كان قدرته، مهما كان اضافته لفرقه ليفربول، ما يسببش غيابه الهزه الكبيره دي. الهزه سببها انه في حاجات كتير جدا جوه الفريق، في ما يتعلق بعلاقه يورجن كلوب مع بعض النجوم، في حاجات كتير جدا اتغيرت في السيستم كله عن السنتين ثلاثة اللي فاتوا، عشان كده وصلنا للمرحلة دي. عشان كده بقول انه الخسران اللي هيطلع من الموقعة دي خسران، اعتقد انه هيدفع فاتورة كبيرة جدا، مش بس هتكون الخروج من دوري ابطال اوروبا، لكن كمان يمكن تبعات الخسارة دي تتعدى ما بعد الخروج من الشامبيونز ليج. الماتش الثاني انا بشوف الحقيقة فرقتين بيقدموا كرة، طبعا دورتموند على مستوى الارقام والنتائج مش احسن حاجة في الدنيا، لكن يظل بروسيا دورتموند واحد من اكثر الفرق اللي بتقدم كرة ممتعة على مستوى العالم. وبمناسبة على مستوى العناصر الفردية، انا بشوف ان عندهم كتير من العناصر الحقيقة تستحق انها تلعب، وهي بالفعل مطمع لكتير من فرق اوروبا، اهمهم طبعا سانشو وهولند اللي بيقودوا هجوم البايرن، ورايس طبعا، ولكن طبعا سنه الكبير بيمنع ده، لكن انا بكلم حضراتكم على نجوم من الناحيه الفرديه في الملعب ليهم وزن وتقل كبير جدا. على الناحيه الثانيه عملاق انجلترا الحقيقه اللي بيقدم موسم اكثر من رائع، استعاد بيه قوته، استعاد بيه رونقه، استعاد بيه فعاليته، بيغرد منفردا في الدوري الانجليزي، بيقدم كوره بصرف النظر عن النتائج والارقام. هنا بقى الكره بالتاكيد هي الاكثر امتاعا، يعني انا بشوف انه الوريث الشرعي لتيكي تاكا البارسا هو في الفتره الحاليه
اللي بيعيشها المان سيتي، بيقدم موسم اكتر من رائع، واتمنى الحقيقه انه يوفق، لانه انا بحس انه من اكتر الفرق اللي مظلومه او حظها وحش فيما يتعلق بدوري ابطال اوروبا. الحقيقه انه مانشستر سيتي كل التوقعات بتقول او معظم التوقعات بتقول ان المان سيتي هو الاقرب ان هو يفوز بالتشامبيونز ليج او دوري ابطال اوروبا، ولكن ساعات بفكر انه هل بايرن ميونخ هيسمح اصلا بان ده يحصل؟ يعني بايرن ميونخ فايق جدا، حتى لو كام مباراه اللي فاتوا مثلا مش زي الموسم اللي فات اللي هو قدر يحقق فيه السداسيه، وشفنا قد ايه اللعيبه بتاعته فايقه، وهو مش بس كمهارات فرديه، يعني بايرن ميونخ بيعتمد على اللعب جماعي، بيخلي اي فريق بيلعب قدامه، اي خصم، اي منافس بيبقى نازل قلقان. يعني كتير من الفرق لما بنتكلم مثلا على باريس سان جيرمان بنتكلم ان هو يعني شخصيته قدام بايرن ميونخ ما بتبقاش قويه، ما بتبقاش ظاهره، كان في شويه خوف من لعيبه بايرن ميونخ او من التكتيك اللي بيلعبوا بيه في الملعب. فعشان كده لما باجي اشوف قد ايه مان سيتي تحت قياده بيب جوارديولا الحقيقه يعني موسم ولا اروع، والموسم اللي فات كمان مش بس دلوقتي، وقدر يعني حتى الموسم اللي فات خسر الدوري الانجليزي بفرق نقطه من ليفربول او حاجه زي كده، لكن بنتكلم في ان هو محقق، يعني بيب جوارديولا عامل فريق قوي جدا. هل مين اللي هيبقى اقرب ان هو يفوز؟ طبعا لسه بدري على النهائي، بس بشوف انه بايرن ميونخ ممكن جدا يقدر يوقف فكره ان مان سيتي هو اللي ياخد الشامبيونز ليج. انت فايق واخد بطولات كتير وما بيشبعش، يعني الفريق ده ما بيشبعش، ما عندوش حاله التشبع اللي ممكن تحصل لفرق كتير كبيره. شايف ان المان سيتي اقرب انت؟ شايف ان احنا نروح فاصل وارجع اجاوبك على السؤال ده بعد الفاصل. نقطتين بسرعه كده عشان نقفل ملف الشامبيونز ليج، وبالمناسبه مش الشامبيونز ليج بس، احنا الحقيقه الاربع ايام والخمس ايام اللي جايين فيهم ماتشات تقيله جدا. عندنا طبعا تشامبيونز ليج بكره وبعده، ليفر ريال، سيتي دورتموند، باريس بايرن، وبورتو تشيلسي. بعد كده ان شاء الله اهلي سيمبا يوم الجمعه اللي جاي، ان شاء الله ماتش يكون ممتع كده نبتدي بيه بدايه جديده ونجهز نفسنا لدور الثمانيه اللي هيكون ماتشات صعبه جدا. ويوم السبت ما تنسوش فيه كلاسيكو الريال وال ال ال البارسا، كلاسيكو يبقى ريال وبارسا، مش محتاجه ترجمه يعني. على كل الاحوال ان شاء الله تستمتعوا بكل الماتشات دي. خليني اقول بقى حضراتكم انه الفايز من بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي هيلعب مع الفايز من بي اس جي وبايرن ميونخ، وانا بشوف ان الماتش ده بصرف النظر على التتويج والحسابات الالقاب والبطوله، انا بشوف الماتش ده هو مباراه السيزون، هيبقى مباراه يعني قويه جدا. بشوف اكبر او احسن فرقتين في اوروبا، سواء بي اس جي مع مان سيتي، او سواء ده على اساس ان مان سيتي كسب خلاص، او سواء بايرن ميونخ مع مان سيتي، انا بشوف ده ماتش يليق بان هو يكون نهائي. بمناسبه كمان عن ماتش ليفربول والريال، خليني اقول لحضراتكم انه صلاح واحده من الدوافع بتاعته بعيدا عن الصقر والانتقام وفيلم اللي احنا عايشينه ده، لكن كمان بيتهيألي صلاح عنده دافع مهم جدا، لانه صلاح تحديدا في الفتره الحاليه هو فاز بهداف دوري الانجليزي، لكن واحد من الدوافع انه ليه لا ما يفوز بهداف دوري ابطال اوروبا. وصلاح حاليا بيحتل المركز الرابع بعد هولند وبعد كيليان امبابي، فرق واحد بيفصله عن المركز الثاني او عن الوصافه، يعني لو جاب جول في ماتش الريال يبقى وصيف هداف دوري الابطال، ولو ليفر كمل يبقى عنده فرصه كبيره جدا انه يفوز بلقب هداف دوري ابطال اوروبا. نروح بقى لاخبار، نقفل الشامبيونز ليج بقى، نقفل الشامبيونز ليج ماشي، نروح لاخبار طبعا اخبار النادي الاهلي. وخليني اقول لحضراتكم ان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ادى لعيبه النادي الاهلي راحه من التدريبات النهارده بعد ما استأنف الفريق تدريباته امبارح الظهر، بعد ما رجع طبعا من السودان يوم السبت، والمباراه اللي شفناها مع بعض مباراه المريخ في الجوله قبل الاخيره من دور المجموعات بدوري الابطال. الاهلي هيبدا من بكره رحله الاستعداد لمواجهه سيمبا التنزاني يوم الجمعه اللي جايه القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات، وطبعا اتأهل للربع النهائي بعد ما قدر ان هو يتعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات. وهنستنى بقى قرعة البطولة علشان نعرف مين اللي هنقابله في دور الثمانية. عندنا سان داونز الجنوب افريقي، عندنا الوداد المغربي، عندنا الترجي التونسي. لسه الترجي مش اكيد صدرته، مش معنى ان احنا تأهلنا يبقى كده خلاص، يعني احنا لسه عندنا مباراة مهمة جدا وقوية جدا قدام سيمبا، واللي لازم نقدم مستوى مميز فيها، وده من اهم الحقيقه دروس كره القدم. احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا لازم نحترم المنافس طبعا، وده اللي الاهلي بيعمله دايما، وبنتكلم على ان مباراه سيمبا دي هي خارج اي حسابات، لا انا مستني بقى اتاهل اول ولا تاني، ولا انا مستني هشوف هتاهل ولا لا، لا الحمد لله تاهلنا رسميا من مباراه المريخ، ولكن دلوقتي حساباتها مختلفه تماما، مش بالورقه والقلم. الحسابات بتاعه مباراه سيمبا ان شخصيه النادي الاهلي لازم تظهر، انه النادي الاهلي لازم نشوف الهيبه وشخصيه البطل
والقوة، لازم مستر بيتو موسيماني يشوف يمكن يعني تكون بروفا قبل مباريات كتير مهمة جاية في شهر ابريل شهر 4، وكمان قبل الدور ربع النهائي. الحقيقة انت بتبقى داخل بقى خلاص في مرحلة حاسمة ما ينفعش فيها اخطاء، لازم ابقى عارف التشكيل بتاعي هيكون ازاي. يعني المباراة دي بالنسبة لنا، بالنسبة للأهلاوية، بالنسبة لجمهور النادي الاهلي، مباراة مهمة ان هو يشوف الشكل بتاع النادي الاهلي الفترة اللي جاية، لانه بعدها في مباريات كتير، بعدها باربع ايام مباراة في كاس مصر، بعدها بكام يوم مباراة مع الزمالك. يعني احنا بنتكلم في انه فترة صعبة جدا، وعلشان كده دايما بنقول في الفتره دي انه زي ما احنا مستنيين نشوف افضل حاجه من الجهاز الفني ومن لعيبه النادي الاهلي، ونشوف طبعا يعني الفتره اللي فاتت بدا يحصل حاجات بالنسبه لنا ايجابيه جدا، انه طبعا عوده وليد سليمان يمكن كنا بنتكلم ان هي مكسب من المباراه اللي فاتت، ووجوده دايما بيبقى فارق جدا لما بينزل في المباراه، سواء كان وقت قليل او وقت كبير بيبقى فارق جدا. كمان عوده علي معلول ان هو يقدر يرجع من تاني للتدريبات ويقدر يرجع للمباريات بعد الاصابه، كل ده هيبقى فارق جدا مع النادي الاهلي. بس المباراه زي ما بقول خارج الحسابات مهمه. صحيح طبعا مباراه مهمه، انا بشوفها ماتش سيمبا بالنسبه لي مباراه لازم تتخذ على محمل الجد جدا، اولا عشان اكسب سيمبا، ده هدف بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. سريعا بس تعليقا على ماتش الاهلي وسيمبا، انه في كتير من الجماهير ابتدينا نسمع نغمه انه الاهلي السنه دي مش جاهز للبطوله، لا ده مش حقيقي على الاطلاق، وما ينفعش نقيم دور المجموعات على او يكون مقياس لقدره الفريق على تحقيق البطوله. وبالمناسبه احنا عانينا جدا في النسخه الاخيره، يعني النجمه 9 احنا في مشوار دور المجموعات او مرحله المجموعات كان مشوار الاهلي مش مريح على الاطلاق، لكن بمجرد ما دخلت دور الثمانية يعني كان الاهلي الحقيقه جاهز وفي احسن مستوياته، وكان قد التحدي وواجه ماتشات من العيار الثقيل، سان داونز، الرجاء في قبل النهائي، الزمالك في النهائي، ولعب ماتشات محترمه جدا وحقق البطوله. وبالتالي دور المجموعات ما ينفعش يتقيم على اساسه، فرق بتظهر بمظهر كبير جدا، يعني سيمبا اللي تصدر المجموعه انا مش متوقع انه يروح لبعيد قوي، فرقه محترمه وبتلعب كره حلوه لكن ما عندهاش خبره البطولات، وما اعتقدش انها هتقدر تناطح الكبار لفتره طويله، ممكن بالكثير قوي يوصل قبل النهائي، لكن انا بشوف ان فرص الاهلي قويه جدا في الوصول للمرحله النهائيه، وان شاء الله باذن الله قادرين على التتويج والحصول على النجمه العاشره. عندي خبر كان المفروض اقوله على محمد صلاح، بس هروح لفاصل سريع وارجع اكمل مع حضراتكم انا وصرف في السادسه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. يوم 20 الشهر ده ان شاء الله باذن الله هتكون قرعه الاولمبياد، والحقيقه يمكن الخبر ده اتاكد بشكل نهائي ان شاء الله الجهاز الفني واتحاد الكوره هيخاطبوا نادي ليفربول بعد اجراء القرعه مباشره بشكل رسمي عشان يطلبوا ضم محمد صلاح لمنتخب مصر الاولمبي اللي هيشارك في اولمبياد طوكيو بكده. ويمكن كابتن طبعا شوقي غريب كان اتكلم عن رغبته في ضم صلاح في اكتر من مناسبه قبل كده، لكن هم قرروا يبقوا ياجلوا الخطوه الرسميه لما بعد القرعه عشان تكون الملامح واضحه، برنامج الاعداد واضح، اللقاءات اللي هياخدها المنتخب الوطني للاعداد للاولمبياد واضحه، وبالتالي يتم مخاطبه ليفربول رسميا. المنتخب من حقه يضم 3 لاعبين كبار لمنتخب الاولمبي، وان كنت الحقيقه حتى كنت بدردش مع ساره، يعني بداية أنا بشوف أن كل عناصر المنتخب الأولمبي وبالمناسبة هم نجوم وأغلبهم أو 90% منهم أساسيين، ما كانوش 100% الحقيقة أساسيين مع فرقهم في ماتشات، لكن شايف أن هم الولاد كويسين جدا، يعني صلاح إضافة، ممكن يبقى عندي حد زي الشناوي في حراسة المرمى برضو ممكن يكون إضافة، لكن تدور حتى على الثالث ممكن يكون مين سواء من جوه أو من بره في محترفين، أنا شايف أن الولاد الحقيقة اكتر من رائعين بصراحه. احنا كنا لسه فعلا بنتكلم يمكن انه صلاح ما فيش خلاف عليه، يمكن انا كنت بقول لك يا احمد حضرت المباراه النهائيه بطوله افريقيا اللي اهلتنا للاولمبيكس او الاولمبياد، وطبعا يعني كان في كل ما افتكر كانه امبارح انه الاستاد كان مليان على الاخر، كان في اداء مشرف قوي من اللعيبه دي على طول البطوله مش بس المباراه النهائيه، وكنا فخورين جدا ولسه فخورين بيهم من اول ما يعني صفرت الحكم خلاص وخلاص خدنا البطوله، كله كان عارف انه ما دام في ثلاث ليه الحق كابتن شوقي غريب ان هو ياخد ثلاثه من المنتخب الاول او من الفريق الاول، كان صلاح اكيد هيكون اسم منهم، وده لازم، واكيد الخبره هنا هيكون ليها عامل كبير قوي. احنا بنتكلم على برده شباب صغيرين بس ليهم خبره كبيره، شفنا في البطوله تفوقوا ازاي على فرق كبيره، ولكن اكيد خبره زي محمد صلاح هتفرق معاهم. بس لما بنتكلم انه مين تاني ممكن يبقى موجود، انت كنت بتقولي انه خلاص انا شايف كلهم كويس، خدي بالك جزء من الموضوع كمان فكره انه يبقى في انسجام، اللعيبه بتبقى حافظه بعض وعارفه بعض، فانك تدخلي ثلاث عناصر مره واحده بتهيألي ده ممكن شويه ياثر على حته التناغم والانسجام بين اللعيبه. بمناسبه اللعيبه المصريه بره، خليني اقول لكم كمان انه وده عنوان اتكتب على
المصريان محمد صلاح وتريزيجيه يتفوقون على اللاعبون الافارقه في افريقيا. يمكن فرانس فانكاتر نشرت تقرير اتكلمت فيه او يعني قيمت فيه اداء اللاعبين الافارقه في مختلف الملاعب الاوروبيه خلال الاسبوع الاخير في كل المسابقات اللي بتحصل على او في اوروبا. يمكن ركزت بشكل كبير جدا على صلاح وتألقه في ماتش الارسنال وتسجيله كمان هدف في المباراه اللي انتهت بفوز ليفربول 3-0، بالاضافه كمان لتألق تريزيجيه وتسجيله هدفين. وخدوا بال حضراتكم تريزيجيه سجل هدفين في مباراه شارك فيها قدام فولهام بديل، يعني هو نزل ما كانش ابتدي المباراه من الاول يساره، رغم كده نزل قدر يحرز هدفين. اعتقد ان هم ساهموا بشكل كبير جدا في التاكيد على نجوميه تريزيجيه في فرقه استون فيلا. احنا دايما بنبقى خلاص يعني فخورين لما بنشوف تريزيجيه، بنشوف صلاح، بنشوف ان بنبقى مبسوطين ان والله عايزين قد كده 100 مره، وعايزين بالظبط، عايزين اكتر من كده بكتير. لسه عندنا كلام كتير في السادسه بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره تانية، والكلام كله على الشامبيونز ليج ومباراه بكره طبعا مان سيتي مع بروسيا دورتموند وليفربول مع ريال مدريد. يعني كلنا مستنيين نشوف المتعه الكرويه قبل النتيجه وقبل اي حاجه. خلينا نتكلم اكتر على الشامبيونز ليج مع كاري هاو الصحفي بشبكه سبوكس الالمانيه. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. تحياتي لكم، اهلا وسهلا. اكيد لازم اتكلم معاك في الاول على المواجهه المرتقبه طبعا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، وخصوصا في ظل غياب المهاجم طبعا ليفاندوفسكي. شايف ازاي المواجهه دي؟ بكل تأكيد هي خسارة كبيرة للفريق البافاري، غياب ليفاندوفسكي احسن لاعب في العالم في الفترة الأخيرة في الموسم الأخير، هي ضربة قوية على الفريق البافاري بكل تأكيد. هناك ساني، كومان، توماس ميلا، جنابري، يمتلك الفريق البافاري حلول ومفاتيح كثيرة وأمكانيات كثيرة ومتعددة قد يعتمد عليها الفريق البافاري، وهانز فليك لابد ان الاعتراف بذلك. عندما ننظر الى المباراه، اللقاء الاخير بين بايرن ميونخ ولايبتزيغ في الدوري الالماني، ظهر الفريق البافاري بشكل جيد، وكنا نعاني في خط الدفاع. استطاع الفريق البافاري في حل هذه المشكله وظهر بشكل لائق، ويظهر الان الاستقرار في خط الدفاع وبناء الهجمات من الخلف الى الامام. الفريق البافاري لديه الثقافة بعدم الاعتماد على اللاعب النجم أو الستار كليفاندوفسكي أو غيره من اللاعبين، فيستطيع أن يبني هجمات واللعب دونهم. هذا ما يمتلكه ونعرفه عن الفريق البافاري. عايز اعرف توقعاتك لنتيجه المباراه او لمباراه بايرن ميونخ باريس سان جيرمان، خصوصا وانه يعني الفريق الفرنسي بيرغب ان هو يثأر بعد الخساره بتاعه نهائي الشامبيونز ليج الموسم اللي فات برضو على يد بايرن ميونخ. الفريق الباريسي هو فريق متحمس جدا ولديه فرصه كما ذكرت حضرتك. بالفعل خسارة العام الماضي قد تجعل أو تخلق الفرصة هذا العام للفريق الباريسي، وكما نعلم تخطى الفريق الباريسي
المرحلة الأخيرة أمام برشلونة وفاز عليهم، والآن يقابل الفريق بايرن ميونخ. هناك مبابي، نيمار، لاعبين جيدين، فلوفينسكي، هناك لاعبين متعددين. بسبب كورونا للأسف هناك بعض الغيابات، وقد يؤثر هذا على الفريق الباريسي. على الجانب الآخر هناك أيضا في بايرن ميونخ كما نعلم، ولكن الفريق الباريسي فريق قوي أيضا، لابد من الاعتراف بذلك. أكيد لازم أسألك بقى على مواجهة بكرة، مواجهة بروسيا دورتموند، وهو طبعا فريق ألماني آخر، مع مانشستر سيتي. شايف المواجهة دي إزاي؟ لأنه كتير جدا من التوقعات بتقول أنه مانشستر سيتي بالفريق ده تحت قيادة بيب جوارديولا هو الأقرب أنه هو يفوز بالشامبيونز ليج الموسم ده. بكل تأكيد المان سيتي هو فريق الساعة في الوقت الحالي، هو الأفضل، هو الأقوى. أما بالنسبة لي كصحفي ألماني، أرى أن الفريق البافاري بايرن ميونخ هو المرشح الأقدر والأقوى للفوز بالبطولة والمحافظة على اللقب. بكل تأكيد هناك لقاءات مهمة، وهناك نستطيع القول أن ليس في بعض الأحوال ليس للفرق يومها، وهذا ليس يوم فريق ما، قد يحدث ذلك. أعتقد أن فريق بروسيا دورتموند فريق قوي، هو يحتل المرتبة الخامسة الآن، ويجاهد ويكافح من أجل الوصول بين الفرق الأربعة الأوائل على ترتيب الجدول من أجل الشامبيونز ليج العام القادم. بكل تأكيد، هل تتوقع أن يتأثر مستوى بروسيا دورتموند في مباراة السيتي بغياب نجمه الإنجليزي جيدن سانشو بسبب الإصابة؟ يا بكل تأكيد هو لاعب قوي أيضا، ولاعب مهم لفريق بروسيا دورتموند. أيضا هالاند كما نعلم. بكل تأكيد بروسيا دورتموند كما رأينا في المباريات الأخيرة ظهر بشكل قوي أيضا، وهناك في الدفاع، في خط الدفاع لبروسيا دورتموند بعض المشاكل كما نعلم، ورأينا ذلك في مباراة الدوري الألماني أمام فرانكفورت، عانى بالفعل بروسيا دورتموند. هذا أمر مهم جدا، وهذا اللاعب يمثل قوة كبيرة لبروسيا دورتموند، وقد يتأثر بروسيا دورتموند أمام مانشستر سيتي في المواجهة القادمة. أتمنى التوفيق، وأن يحالفهم التوفيق أمام مان سيتي في المباراة القادمة. بكل تأكيد، مين ترشح منهم يكون أقرب لأن هو يصعد للمربع الذهبي بالبطولة القارية، يعني بروسيا دورتموند ولا مانشستر سيتي؟ مان سيتي بكل تأكيد، مان سيتي هو الأقوى. طيب كنت بتتكلم أنه مانشستر سيتي بالرغم من في توقعات أنه هو برضو يفوز بالشامبيونز ليج، ولكن أنت شايف أنه بايرن ميونخ هو الأقرب أنه هو يتوج بالبطولة ويحافظ على لقبه. شايف إيه التفوق أو نقاط القوة اللي عند بايرن ميونخ اللي مش عند مان سيتي، اللي هي تخليه يقدر أنه هو يفوز بالبطولة ويتفوق على كل الفرق ويقدر يحافظ على لقبه؟ بالفعل كما ذكرت، بالنسبة لي بايرن ميونخ هو الأقوى، هو الأفضل، هو أفضل فريق في أوروبا. مانشستر سيتي كما نعلم هو فريق قوي أيضا، ولكن عندما نقارنه ببايرن ميونخ أرى أن بايرن ميونخ هو الأقوى، لأن كما ذكرت البايرن ميونخ يلعب بروح الفريق، فريق متكامل، فريق يمتلك مفاتيح كثيرة، حتى في غياب ليفاندوفسكي أو حتى مع عودة ليفاندوفسكي سوف يعطي قوة كبيرة للفريق البافاري. أرى أن الفريق البافاري عنده إمكانيات وجودة لاعبين أقوى. مان سيتي هو أيضا فريق مرشح وفريق قوي، ويلعب بطريقة الاستحواذ بشكل كامل، وهو يمتاز بهذه الطريقة في طريقة لعبه. من وجهة نظري من الصعوبة هو التقييم أو التوقع للفوز. قد كما نعلم كرة القدم هي كرة القدم، قد يعاني بعض الفرق في بعض الأحوال، ويكون هذا ليس يوم مهم، قد يحدث ذلك. من وجهة نظري أن
ما زلت مصمم ان البايرن الفريق البافاري هو الاقوى وهو الاقدر بالمحافظه على اللقب هذا العام. اسمح لي اسالك كمان على مباراه ليفربول وريال مدريد بكره، وهي من المباريات المهمه جدا بالنسبه اكيد للشامبيونز ليج وكمان بالنسبه لنا في مصر علشان محمد صلاح وجوده في ليفربول. شايف ازاي المباراه دي بعد يعني موقعه 2018 والنهائي، ومباراه تعتبر برضو ثاريه زي مباراه بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، شايفها ازاي ومين الاقرب للتاهل من ريال مدريد وليفربول؟ بكل تأكيد مو صلاح كما ذكرت حضرتك فعلا تم إصابته في 2018 في النسخة قبل الأخيرة من راموس. أعتقد مو صلاح هو بلا اختلاف وكلنا نستطيع القول أنه لاعب توب، لاعب كلاسيكي، لاعب قوي، ويستطيع أن يقود ليفربول للفوز هذا العام. أعتقد أن هناك بعض كما نعلم بعض المشاكل وعدم الاستقرار في نتائج وأداء الفريق ليفربول. وعندما ننظر إلى ريال مدريد هناك راموس، هذا العام لا يلعب راموس، في ظل غياب راموس أعتقد بالفعل هو من وجهة نظري راموس هو لاعب قوي ليس فقط من خط من في جانب الدفاعي ولكن أيضا في جانب وسط الملعب وتكملته مع الهجمات وخلق الهجمات، فهو لاعب قوي، فهنا غياب أيضا مؤثر. خليني بقى أخذك لمنتخب ألمانيا وأسألك مين الأقرب لخلافة يواكيم لوف في تدريب منتخب ألمانيا بعد اليورو وفقا لمصادرك ومعلوماتك؟ لابد أن ننتظر حتى الآن. يورغن كلوب هو المرشح الأبرز لقيادة أو لخلافة يوخيم لوب، ولكن ذكر ذلك بكل وضوح كلوب أنه لا يرغب الآن في قيادة المنتخب الألماني. عندما ننظر إلى مدرب لايبزيغ بالفعل هناك مدربين في على الساحة في الوقت الحالي مرشحين بشكل قوي. حتى الآن لم يعلن بعد، حتى هانز فليك مدرب البايرن ميونخ محتمل، ربما قد يكون هناك أقاويل كثيرة، ولكن أنا بالنسبة لي متابع للمنتخب الألماني فأرى أن الموقف لم يحسم بعد. أعتقد هذا السؤال قد يأتي بعض الشيء مبكرا أو بشكل بدري، لابد من الانتظار. على ذكر يورغن كلوب، شايف أنه بعد النتائج الكتير السيئة في الدوري الإنجليزي من ليفربول الفترة اللي فاتت، ممكن يكون ده مثلا آخر موسم ليورغن كلوب مع ليفربول، ولا ممكن يكمل خصوصا أن في إصابات كتير هي اللي أثرت على الفريق وعلى طبعا التشكيل بسبب الإصابات دي؟ بكل تأكيد، ولكن أعتقد أنه قال بكل وضوح أنه سوف يبقى مع ليفربول رغم النتائج، رغم كل شيء، رغم الأحداث الأخيرة. في النهاية أستطيع القول أنه ما زال شاب صغير، يورغن كلوب أقيمه بذلك على تدريب المنتخب الألماني، فأرى كاركتر وشخصية هو الأفضل له البقاء مع ليفربول، وهذا هو ما أعرب عنه بكل وضوح يورغن كلوب. لا أعتقد من وجهة نظري أنه سيغير ويتولى خلافة لوف ويدرب المنتخب الألماني. هو محبوب جدا في ألمانيا، وكما نعلم أن صورة المنتخب الألماني سيئة بسبب النتائج الحالية، وأعتقد أن كلوب قد يصلح ذلك للجمهور الألماني، ولكن أعتقد سيظل مع ليفربول. أخبار الميركاتو اللي جاية كتيرة جدا، وبنشوف كتير أخبار مين رايح فين، ويمكن بيتصدر المشهد هالاند. الحقيقة موهبة كبيرة جدا، موهبة كتير من الأندية بتتنافس إن هي تحصل على خدماته يعني. وطبعا رايولا وكيل اللاعب بيشوف كل الأندية ووالد اللاعب كمان. شايف مين النادي الأقرب اللي ممكن يقدر يستفيد بهالاند في الميركاتو اللي جاي؟ أنا أرى أن هذا شيء
مؤسف بعض الوقت، لان انا كما نعلم ان بروسيا دورتموند عندها لديها مباراه مهمه امام فرانكفورت في الدوري الالماني وامام المان سيتي في تشامبيونز ليج. هذا الكلام الكثير قد يؤثر على الفريق بالكامل وليس فقط على هالاند. نحن نقيم ذلك في ألمانيا أنه شيء ليس على ما يرام ما يحدث من والده أو من وكيل أعماله بالجولة التي يعملونها أو يفعلون هذا في هذا الوقت من الذهاب إلى أسبانيا أو غيره، أو يتحدثون مع برشلونة أو هذه المفاوضات. بروسيا دورتموند أعلن بكل وضوح نحن لا نتخلى أو نتنازل عن هالاند في هذا الوقت. لا أعتقد من وجهة نظري أن هناك فريق يستطيع حسم أو دفع القيمة المالية، لأننا نعلم ظروف كورونا والتداعيات الاقتصادية على الأندية وعلى الانتقالات حتى في الموسم القادم. بكل تأكيد هالاند لديه عقد مع بروسيا دورتموند وقد يمتد عام أو عامين من الآن أعتقد ذلك، فهناك مباريات مهمة لابد من خلق حالة الهدوء والاستقرار من أجل هالاند ومن أجل الفريق بروسيا دورتموند، لأن هناك مباريات لقاءات مهمة كما نعلم. قد يحدث شيء ما بالفعل في الفترة القادمة ولكن لا أدري حتى الآن كيف يحدث. أكيد بتفق معك أنه طبعا يعني الأخبار اللي زي دي كتير تأثر على بروسيا دورتموند، تأثر على هالاند وخصوصا بعد الجولة اللي قام بيها فعلا رايولا وكيل أعمال اللاعب ووالده. ولكن خليني أسألك، إذا غادر بالفعل يعني هالاند بروسيا دورتموند، شايف أنه قد إيه ممكن الفريق يتأثر بغياب لاعب زي هالاند صغير في السن، موهبة كبيرة بيجيب أهداف كتير، قد إيه ممكن يتأثر؟ وهل تعويضه هيكون سهل؟ تعويض غياب هالاند لو ده حصل هيكون سهل على بروسيا دورتموند؟ أعتقد ذلك. هالاند هو لاعب قوي، مهاجم عظيم، وأعتقد أن بروسيا دورتموند في الأعوام الأخيرة فقد لاعبين، ماريو جوتسا على سبيل المثال، ليفاندوفسكي أيضا. ليفاندوفسكي هو أحسن لاعب في العالم حتى الآن، هو أيضا كان يلعب لبروسيا دورتموند. لا يتأثر بروسيا دورتموند مع غياب اللاعبين، وهذا ده أكبر دليل على ذلك بانتقال النجوم مثل ليفاندوفسكي وجوريسكا إلى بايرن ميونخ. لا أعتقد أن قد يؤثر بشكل كبير، رغم إحراز هالاند لمعظم الأهداف وهو القائد في الناحية الهجومية حتى الآن. أنا من وجهة نظري بشكل شخصي أعتقد أن هالاند سيبقى، ولابد عليها أن يبقى حتى نرى نتائج اللقاءات القادمة في الشامبيونز ليج والدوري الألماني. كما نعلم ورأينا المباراة الأخيرة أمام فرانكفورت فاز بصعوبة وهو يكافح من أجل التواجد في الفرق الأولى الأربعة من أجل الشامبيونز ليج العام القادم. لا أعتقد أن هالاند بعد لا أعتقد أنه سوف يكون خسارة إن حدث ذلك، ولكن ما زلت عند رأيي أنه سيبقى. بالارقام اللي بنشوفها بيحققها هالاند وموهبه كبيره الحقيقه اللي بنشوفها واحنا بنتفرج عليه، والاهداف الحقيقه ان هو بيهدف كتير جدا، نقدر نقول انه هالاند بيحط نفسه ان هو في المستقبل يكون مثلا زي رونالدو زي ميسي، يعني من افضل لعيبه العالم، ونشوفه بيسيطر على جوائز ذا بيست، ولا ممكن يكون لسه بدري على ان احنا نحكم على ده خصوصا ان هو صغير في السن، فبنتكلم على مستقبله. سؤال جيد. أعتقد أننا أقارنه بنيمار ومبابي، سوف مبابي أيضا في هذه أو في هذا المستوى، لاعب قوي. هالاند مع مبابي لاعبين شباب 20 عاما أمامهم مستقبل رائع كبير، هما من أفضل لاعبين، هما الأفضل لاعبين بالنسبة لي في هذا السن في هذه المرحلة. رأيت فيديوهات كثيرة وأتابعهم بشكل جيد، ولكن أن يصلوا إلى مستوى ميسي ورونالدو لا أتوقع ذلك بشكل كبير.
بشكرك جدا الحقيقه على كل المعلومات والكلام على الشامبيونز ليج. كنت معايا لشاشه قناه الاهلي، وفكر حضراتكم الاهلي وهليوبلس رجال طايره الاهلي الساعه 8، والاهلي وسبورتنج دوري كره السله رجال 8:30. بشكر حضراتكم على المتابعه، وبكره حلقه جديده من السادسه.